السلام عليكم طفيلات، شحالكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى عنكم تعودوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو على قناة أم ريمان شانيل. نتمنى عنه فيديو اليوم ينال إعجابكم. فيديو اليوم كيف ما هو مبين في العنوان ولا كيف ما كتبت لكم عني، لنشارك معكم سلطة بمكونات بسيطة وسهلة وشكلها راقي. ننتقل للمكونات. عندي هون الرز مسلوق، عندي هون بطاطا مسلوقة ومحكوكة على هذا الشكل، عندي هون خيزو مسلوق حتى هو محكوك، عندي هون مايز، عندي هون قياسة 3 بيضات، عزلت الصفار وحده، البياض وحده، البياض حكيته، الصفار خليته على هذا الشكل. عندي هون أتون صفيت عنه الزيت، عزلته، ولكن الزيت احتفظت به كيف ما هو مبين، لهي نخليه هو اللي ينكه به السلطة. المهم ننتقلوا لطريقة التحضير. طريقة التحضير سهلة، لهي نبدأ ببطاطا هي الأولى. لهي نضيف عليها هذاك الزيت ديال الأتون اللي احتفظت به، هو اللي ينكه لي بطاطا كيف ما قلت لكم. ولهي نضيف العطرية، العطرية عندي الملح، وعندي القليل ملي من الابزار، وله نضيف كذلك القليل من الكمون. صافي، هذو هما العطريه اللي نحتاج. صافي، ولي نزيد عليه المكونات الثانية اللي نحتاج نصف كم من الأتون، نصف الثاني اللي نحتفظ به مزلتين نحتاجه. نفس الشيء بالنسبة للمايز، حتى هو اللي نعدل لنا نصف الكمية والنصف الثاني اللي نحتفظ به. صافي، ولي ننتقل للعطرية. العطرية اللي نستعمل الملح والأبزار. صافي، اللي نعدل شوي من الأبزار وشوي من الملح. صافي، ولي نتخطى باش نمزج هذوك المكونات مع الرز. لينتقل هون الخيزو، كيف تشوفوا لينضيف عليه الملح والابزار حتى هو صافي، ولينخلطوا على هذا الشكل، ولينتخطى المرحلة الثانية. هون كيف تشوفوا اخترت انا عني نعدلو في هذا التبصيل، واخترت هذا الشكل ديال هذا المول، هو اللي لهي نعدل به الشكل النهائي ديال السلطة. هون كيف تشوفوا لهي نبدأ ببطاطا كقاعدة ولا كطبقة اولى، هي اللي لهي نبدأ بها الاولى. صافي، لين نطرحها على هذا الشكل، ولين نحاول عني نبسطها مزيان ويعود عندها سطح متساوي.
صافي هون منين بعد ما سويت بطاطا وسويت سطح ليه ننتقل باش نضيف خيزو نضيفه على السطح ديال البطاطا وليه نحاول عني نوزعه يعني يجي مدرك هيك بطاطا ويجي كشكل طبقة ثانية. من بعد منين وزعت خيزو اللي نضيف ملي المايس اللي بقالي نضيفه على هذا الشكل حتى هو اللي نحاول عني نوزعه باش يجي متساوي ولهي نضيف ملي اسون على هذا الشكل اللي نحاول حتى هو نساوي صافي. واخر مرحله عندي اللي هي الروز اللي نديره كطبقه اخيره اللي نطرحه على هذا الشكل اللي نحاول نوزعه ونحاول عني نساوي سطحه على هذا الشكل. من بعد لهنا نزوق هذا المايونيز من الفوق لهنا نحاول عني ندير به طبقة رقيقة ولا لين ندرك به هذاك الرز على هذا الشكل حاول عنها تعود طبقة متساوية الفوق بهذه الطريقة لين يعطيني سطح يعني متساوي. هون قلعت عنها الاطار ولين نحاول عني نزوقها من الجناب بهذه بطاطا شيبس كيف تشوفوا انا قبضتها وهرمشتها شوي على هذا الشكل كيف تشوفوا لين نحاول عني ندير المايونيز في الجناب ولين نديرها هي من فوق المايونيز في الجناب خليكم معايا باش تشوفوا. هون راني عدلت لها زوقتها من الفوق بشوي من يعني هذيك القشره ديال المطيشه حاولت عني نعدل بها هذاك شكل وردة ولا شكل رولي. ولي نقبض هذا الموس كيف تشوفوا لي نحاول عني نثبت هاوك رقائق هاوك الرقائق ديال الشيبس على هذا الشكل. اسمحوا لي ما نعطلكم بحالاش لصقتها المهم اللي تحاولوا عنكم انتم وترفدوا بيديكم وتحاولوا عنكم تلصقوها من الجناب الى تلصق لكم من بعد اللي تحاولوا تقبضوا هذا الموس ولا كوتشارو ولا سباتولا ولا تحاولوا عنكم تثبتوا هذيك الرقائق على السلطه. وكان هذا هو الشكل النهائي لسلطة اليوم نتمنى عنها تعود نالت اعجابكم ونتمنى عني نعود ما طولت عليكم في الكلام. كيف تشوفوا معايا زينتها بالكيتشوب وبوراق النعناع ورقائق شيبس من الجناب نتمنى عنكم تجربوها صراحة طعمها جزوين خصوصا هذوك رقائق الشيبس عطاوها نكهة القلي وجات زوينة صراحة نتمنى عنها تعود نالت اعجابكم ونتمنى عني نعود عند حسن ظنكم.